أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وسلم على سيد المرسلين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الجمع الكريم، حييكم بتحية الإسلام الخالدة على وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب، أنا ما حضرت الحلقة من البداية، لكن عندي نقاط معينة داير أجيبها لها. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا قال: وادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسن. طيب، أنا بالنسبة لي هينتقد زول الكلام ده في نقاط معينة. طيب، بما أنه الله قال وجادلهم بالتي هي أحسن، أنا ما بضاف أنشئين ولا أنا عندي حزب معين بنتمي عليه، نزل وعرفوني تماما في شنبات. لكن انت بكلامك ده فما ممكن لمية سنة تقول لك زول انه يتخلى عن حاجة باطلة هو يعمل فيه. ليه؟ لانه انت اصلا جاي تتكلم كلام يعني ما دغرية. انا بجي بمسك الزول: يا اخي العزيز، الكلام ده ما صح. طيب الصح شنو؟ الصح واحد اثنين ثلاثة. طيب انت جيت تكلمت عن الشيوعية وانا الصوفية وما اعرف، لكن انا داير انت تمسك لي حاجه واحده: اخلاق، تجاره، نكاح، ما اعرف، عقيده، حاجه واحده ونصل للبرلمان. مش انت تيجي تخلط لي الهابل بالنابل. طيب انا اقدر افهم كيف اميز كيف؟ طيب، ده حاجه. الحاجه الثانيه يتكلم عن التطور. يس، انا بقول في تطور. اغلى الانسان في تطور، وفي جزئيه من نظريه بتاعت داروين انه بيقول في تطور. في تطور. ليه في تطور؟ لانه يا جماعه نحن لما مثلا نجيب فريزيا من هولندا بنحجنا بتور سوداني، في النهايه بدل عليه هجين، ولا كيف يا جماعه؟ عارفين انه في بدل علينا هجين؟ هجين فيها خواص بتاعت الابوين. طيب، ما هيدينا نفس عدد ارتال اللبن، لكن في خواصها بتحمل مثلا ظروف بيئيه سودانيه. حاجه. طيب، الحاجه الثانيه مثلا في المحاصيل. طيب، ما ممكن نربي الليله. زمان كان الفدان بيجيب جوالين، خمسه جوالات. الليله عن طريق البذور المحسنه اللي بقت الفدان بيجيب 30 جوال ولا حاجه بشكل زراعي. انت طبعا ناس الزراعه عارفين، وناس البيطره والانتاج الحيواني الكلام اللي انا قلته ده عارفين. طيب، أنا هقول خمسة كلمات. إذا قلت الكلام ده والكلام ده قالوه والرسول كان عليه صلى الله عليه وسلم، إذا أنا قلت الكلام ده في مجموعة من الناس هيقول لي خلاص أنا كفرت. لكن يا جماعة، أنت ما ممكن تحكم على زول بكفر ما لم تعرف هو قاصد شنو بالضبط من الكلام اللي قاله ده. طيب، في صحابي جليل مشى زار صحابي آخر فقال له: يا فلان، كيف أصبحت وبما أصبحت؟ فأجاب بخمس كلمات. قال: أصبحت أكره الحق وأحب الفتنة. يعني أصبح يكره الحق دي الأولى، ويحب الفتنة دي الثانية، وأصبح يجري من رحمة الله ويصلي ولا وضوء، وقال له شيء خير ليس لله سبحانه وتعالى. يعني هو عنده حاجة الله ذاته ما عنده. طيب، الكلام ده معناه بفهمنا نحن كفر يا جماعة. طيب، نحن ما ممكن نكفر ناس على الفاضي، لأنه ممكن هو يكون قاصد حاجة ونحن نكون قاصدين أو فاهمين حاجة تانية، وما ممكن نحكم عليه ما لم نقعد معه ويشرح لنا هو قاصد بالضبط شنو. ونحن عقدنا في اللغة العربية في حاجة اسمها استعارة، وفي حاجة اسمها كناية، وفي ما أعرف جناس وما أعرف كلام زي ده. طيب، فالراجل ده قام طلع الصيف أيزكت على راسه. ليه؟ لأنه في مفهومه إنه ده كفر. طيب، فاتذكر انه هو في بيزول اولا، وهو حديث الاسلام ثانيا، فقال انه الزول ده انا اوديه للرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع منه، وبعد كده انا بقوم بتاع راسه. اظن عرفت الزول ده. عمر بن الخطاب ذهب الى حذيفه بن اليمان فساله، يعني قال له كده. ففي طريقهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم لاقوا علي بن ابي طالب. طيب،
فقال له علي ما لك يا عمر؟ قال له يا الرجل ده بيقول كلام انا ما بقدر بقوله بخشمي، لكن هو يوريك تسمع منه. فقام كلمه بنفس النمط. طيب حصل شنو بعد كده؟ قال له يا عمر هذا الرجل صادق. استغرى عمر، قال له كيف؟ قال له اصبح هذا الرجل يكره الحق اللي هو الموت، والموت حق، قل ان الموت الذي تفرون منه انه شنو؟ ملاقيكم. طيب الحاجه الثانيه قال له ويحب الفتنه، اصبح هذا الرجل يحب المال والاولاد. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز انما اموالكم واولادكم فتنه. طيب الحاجه الثالثه يجري من رحمه الله، قال يجري من الغيز اللي هو المطر. طيب الحاجه الرابعه قال يصلي بلا وضوء، وهو الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. واخيرا قال له وكيف يكون له شيء ليس لله تعالى وهو الذي خلقه؟ الله خلق ذاته، كيف يكون عنده حاجه وهو ما عنده؟ قال له يا اخي ان هذا الرجل ابوان، وعنده اخوه واخوات، وعنده زوجه، وعنده اولاد، وعنده اصحاب. طيب الله عنده اخلاص، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. فادلق مقولته المشهوره لولا علي لهلك عمر. فانا بس الحاجه الدايره اقولها او الرساله دايره وصلها، انه يا جماعه نحن اذا قاعدين نتكلم في حاجه احسن نمسك حاجه واحده ونمر بها لبر الامان، ما نجي نخلط الحاول وهم 100 كلام وما نقدر نصل لحاجه. والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا قال اذكروا محاسن موتاكم. نحن زول مات ما عندنا معه دخل، يمشي يتحاسب مع ربه هناك. نحن اذا دايرين نتكلم انه نقول ربنا يغفر له ويرحمه، او نشوف محاسن كان بيعمل شنو، ما في الدنيا زول ما عنده محاسن، واي زول فينا عنده عيوب وعنده محاسن، نشوف محاسنه كانت شنو ونتكلم عن محاسنه ونقول ربنا يغفر ويرحم له، لكن ما نجي نكفر ناس سائد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، شكرا جزيلا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، آخر نقطة قال المناقش، قال ما نجي نكفر الناس ساكت. أولا دي تهمة باطلة، نحن ما جينا كفرنا الناس وساكت، إنما نذكر ما قاله الله عز وجل وما حكم الله تبارك وتعالى به في القرآن، وما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، وما حكم به العلماء استنادا على الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح. فده كلام كذب وكلام ما صحيح. كذلك قال وجادلهم بالتي هي احسن، وذكر الايه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. دي ايات من القران الكريم، لكن كثير من الناس يا جماعه بيفهموا الايات دي فهم خاطئ، فهم خاطئ. وأوريك من كلامك ذاته الفهم الخاطئ. لو أنت بترى إنه الحكمة ومعنى هذه الآيات وجادلهم بالتي أحسن بس كده بس، يعني كونه ما ننكر الباطل وما نتكلم على الناس الألحدوا في دين الله سبحانه وتعالى، أنت ذاتك ناغضت نفسك. أنت جد اتهمت اتهامات وهي كذب ذاته. قلت ما تجد تكفر الناس ساكت، وقلت وقلت وقلت، فانت ذاتك خالفت الايات دي اذا كان معنى الايات زي ما انت فهمتها. والمعنى ما كده يا جماعه، ربنا قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمه للايه الاولى، والحكمه هي وضع الامور في نصابها. في امور احيانا تحتاج الى اللين معالجتها، زول جسال بيحتاج يجاوبه لو باللين. ليه؟ لأنه سؤال وسؤال مؤدب، والسائل ذاته داير الحق ودائر الهدى، فده بتوريه. وفي سائل آخر داري يقل أدبه وداري يسيء للدين ويسيء للإسلام، فده لابد برضه يا جماعة شنو؟ لابد
إنك تبين له وترد عليه بالحجة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الآية ما انتهت لحدينا، قال والموعظة الحسنة، ده نوع ثاني. نوع ثالث قال وجادلهم بالتي هي شنو أحسن. وأحيانا الحكمة تكون اللين كما قال تعالى فقولا له قولا لينا، وأحيانا الحكمة تكون الشدة، وإني لأظنك يا فرعون مثبورة. ده موسى قال لفرعون كده مثبورة، مثبورة يعني شنو؟ يعني ملعون في بعض التفاسير، ملعون. زول قال لفرعون في وشه أنا أظنك يا فرعون ملعون، دي شدة ولا لين؟ دي شدة. لكن في المرة القبيل ربنا قال له فقولا له قولا لينا ما استجاب، بعد ذلك جاء وقت الشدة. فالحكمة هي وضع الأمور في نصابها، إذا كان الأمر يحتاج للين تلين، إذا كان علاج المشكلة يحتاج إلى شدة شنو يا جماعة؟ تشد تشد. وقد شرع الإسلام الشدة في مواطن. النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو الذي أنزل عليه القرآن، قال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. والهن معروف، قال اللي بتسمعوا يدعو إلى جاهلية يعني قبلية وعصبية وجهوية، ده في تفسير، وتفسير ثاني إلى جاهلية إلى شرك وباطل، يوم زي دعاة الصوفية ديل والشيوعيين وغيرهم بيدعوا إلى الإلحاد والكفر، وديل بيدعوا للشرك خلاص. وفي النهاية والشرك ذاته إلحاد، لأنه الإلحاد هو الميل. المهم فقال فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، قول عديل، قول لك كده عضي هن أبوك، دي شدة ولا لين؟ دي شدة. قال منو؟ قال رسول رب العالمين الذي أنزل عليه القرآن. أما حديث اذكروا محاسن موتاكم، ما في حديث صحيح زي ده، ما في. ونسي بسألك من رواه؟ حديث رواه منو؟ الأخ المناقش، حديث رواه منو؟ رواه منو يا تكتاب؟ ندي خيارات، البخاري خيار الأول، مسلم خيار الثاني، وين قال؟ ما في يا ناس، حديث حديث ما صحيح، ضعيف، ما حديث صحيح خلاص. وأورد السيوطي في الجامع الصغير، وضعف العلماء في ضعيف الجامع الصغير. تعرف الجامع الصغير؟ ده كتاب. طيب قال حكى قصة طويلة، القصة دي بجيبها صوفية. قال وشو لعلي بن أبي طالب؟ قال أركبكم لعلي بن أبي طالب، وقال لي أصبحت أكره الحق وأنا عندي حاجات الله ما عنده روا منه. انت قال لك اي حاجه تصيب علي بن ابي طالب يبقى صحيحه؟ ده كذب يا زول. العلماء قالوا القصه دي كذب ما حصلت، وان كان جبت بعد ذاك شرحه وتفسيره وشرحه بقى جميل للناس، هي باطله اصلا. خلي شرحه، هي ذاتها باطله. ليه؟ لانه عمر بن الخطاب قال نهينا عن التكلف، نهينا مبني للمجهول، لانه المجهول معلوم. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف، ربنا نهاهم عن التكلف. صحابة ما كان عندهم لولو وتكلف، صحابة كانوا بيقولوا كلام عديل كده، عرفته؟ ده كلام صوفية. والغرض إنه الصوفية ألفوا الكلام ده عشان يدخلوا الكفر والزندقة في الإسلام. تمشي للشيخ، تمشي للشيخ يقول لك أنا الواحد الأحد، لو زرق بضوه يقول لك أنا حكاك هيا بنا إلى علي. وينو علي؟ كلام ده كلام باطل وكلام كذب، وما عنده. لازم الناس تعرف المعلومة دي، لأنه بيكرروها الصوفية كثير في المساجد وفي الدروس بتاعتهم الباطلة ذاتها دي. القصة دي باطلة، لا عندها قعر ولا عندها راس. لكن ده برضو أخير من ذاك، لأنه ده حاول شنو يا جماعة؟ حاول يكون شنو؟ يكون علمي، وفشل علميا ولم ينجح أحد. قال امسك لي حاجة واحدة بس، ما تتكلم عقيدة وأخلاق ومرة كده. شوف نحن بنمسك أول حاجة في أساس الدين اللي هو التوحيد، السقط فيه الصوفية، وهذا كلامه كله بيختلف من ذاك، كلامه كله دفاع عمنا يا جماعة. أنا الصوفية في النهاية، لكن بس ما أقدر أخدها عديل، لأنه في شنط قاعدة بجاي، برعي جوا، مكاشف كتبه جوا، وتحسونه جوا، كله جوا، كتبه موجودة، نحن داسينها بجاي، بالجهة البجاي دي، بعد ده شوف شلال وينه، بالجهة البجاي قاعدة، كتب ثقيلة جدا، شنط بتاعت حديد. ماركس جوا، فاطمة أحمد إبراهيم أرجى الراجل في الحزب الشيوعي جوا، كلهم جوا الشنطة.
طيب انا رايته حسيت كده حاسي يعني وما زلت حاسي انه كلامك ده كله دفاع عن الصوفيه، لانه شبه ده بيبقى صوفيه. اذكروا محاسن موتاكم وهيا بنا الى علي. وقال علي اصبحت حب الفتنه واكره ما بعرفه شنو. كذب، ما صحابه ما قالوا زي ده. صحابه كان عندهم قران وسنه لولو ما في. ربنا قال ولقد انزلنا اليك، في واحدين بكوركم من فوق ما انت قلت الله اكبر، واحدين بكوركم من جهات معينه، عرفتها؟ يعني عندنا صواريخ من هنا بنرسلها من كتاب الله عز وجل بتجي نازل من فوق، عرفت كلامي؟ ربنا قال ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. يعني شنو ايات بينات؟ يعني ايات واضحه، بين يعني واضح، وبينات يعني واضحات. صحابه ما كان عندهم لولوه، اللولوه دي شغل الصوفيه. فاذا در تدافع عن الصوفيه بيذكروا محاسن موتاكم وبانه واحدين قالوا اصبحت تحب الفتنه وعندي حاجات الله ما عنده وطلع كلامهم صح. انا بديك كلام للصوفيه تعلوا لي، كلام واضح. قال البرعي واضح زي الشمس ده، قال فالذكر ده كتاب ديوان رياض الجنه، قاعد ولا ما قاعد يا محمود؟ موجود. قال فالذكر عنوان الولايه، انه حقا يكون به المريد وليا. دي طلاب جامعة الخرطوم وجامعات أخرى محترمين، عرفتها؟ اللغة العربية دي فاهمينها عربي واضح، يحتاج شرح ده؟ قال فالذكر، تعلوا لي ولي، فالذكر عنوان الولاية إنه حقا يكون به المريد وليا. أها بعد ما يبقى المريد الدرويش ولي بيحصل شنو؟ قال البرعي يهب الغلام يدي المرة الجنة. الله ما بدي، بدي منو؟ الولي الكام مريد ده زي ما قال البرعي. ونحن عندنا في القرآن البدي جنى الله. تودي مرتك لشيخ ضارب دخن وضرب الظل وما شاف الشمس وترجعه برا وعنده بخور ريحته حلوة شغال جوا، حيحصل شنو يعني؟ كده وريني يعني. نحن ما قلنا منو، قلنا الدخن. المهم ربنا قال يهب الغلام يطير في جو السماء، وربنا قال لله ملك السماوات والأرض. البرعي ما عنده حاجة، يعني ما يقدر يحشر نخرته ولا المكاشف، كلام ده عارفه حار للناس اللي تربوا على التصوف، لكن لابد من الصنفرة دي، لابد. عرفت كلامي؟ وأنا عارف في علمانين قاعدين برا، ما كل الطلبة، الطلبة ده المحترمين جدا نحسبهم، لكن في علمانين عطالة قاعدين برا، عرفت كلامي؟ ما قادرين يخشوا لأنه ده ملعب زي ما قالوا جماعة الليلة يوم الرجال، أما لعب سخن جدا، عرفتها؟ تقدر تصفق من برا، تصفر من برا، كل ما بيحل، عرفتها؟ عندنا قرآن هنا والله ندمرك به تدمير يا شيوعي يا ملحد ويا صوفي يا دجال، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال، ربنا سبحانه وتعالى قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما الصمام نلعب ولا ابن لاوس، ان الكره الارضيه دي كلها وقفت ضد التوحيد وضد الحق ده، والله نفرمط عليك كلها بكتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا قال لله ملك السماوات والارض، ولله دي جار ومجرور، والاصل في الجار والمجرور يجي في نهايه الجمله بورا، لكن العرب كان تقدمها في البدايه لافاده الحصر، فربنا قدم لله جار ومجرور في البداية لتفيد الآية الحصر أن الملك محصورا لله. برعي ما معاه، مكاشفي ما معاه، كباشي ما معاه، صايم ديمة ما معاه، نقد ما معاه، فاطمة ما معاه، ماركس ما معاه، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا. وحدين الله بيديهم بنات بس، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ده الله، ما الشيخ. تودي مرتك للشيخ شرك وبطالة وخيابة كمان، تدخلها جوا يقول لك الحران، يقول لك انتظر برا يا زول ده ولي كبير، ولي كبير بعدين أظانه بيجي زي بتاع الشيخ، زي أظان الشيخ. طيب قال أها البرعي قال يا أبو الغلام، قال المريد بيهب الذريه بيدي الغلام ما الله، هذا شرك ولا ما شرك؟ ده فيه اصبحت احب الفتنه. قال الولي
بدي الجنة ما الله بدي الجنة وقال له غلام كمان تعال تعال فسيرة لي تعال فسيرة تعال لو لي ودمع عربي واضح يا ناس يا أبو الغلام يطير في جو السماء قال الشيخ بتاع الصوفية يطير فوق في جو السماء صوفية مصور لهم شيخ في جريدة راكي في مصلاية وقالوا طائر في السماء والله في الجريدة ناشرين الكلام ده وفي واحد اسمه شيخ بشرة دجال مستهبل صوفي في حلقة الحاج يوسف سوق ستة ما مصدقني مش الحاج يوسف سوق ستة شغال حلقة للنسوين بس تخصص نساء وتوليد عرفتها بيخلي الرجال يطلعوا الصباح الشغل بينما النسوان في ميدان سوق ستة أها عشان يغش النسوين مع عقولهم ضعيفة إلا من رحم قال لهم أنا جبريل هسه جاي من البيت لسوق ستة قال جبريل عرض لي في الطريق سوق ستة جبريل أنت مستهبل ولا جنون قال نزل لي هناك وجاب له حاجات حمر قال مصورينها في السماء تلقاها في اليوتيوب قالوا ده الملائكة نزلت قالوا سوق ستة ملائكة مع سوق ستة المهم ده الدجل بتاع تعال تعال لو لولي الكلام ده قل له ما قصد الملائكة إنما قصد كذا تعال يا ناس الكلام مش لغة عربية نديك كفر وشرك قالوا البرعي بالدارجي لأنه قال لك اللغة العربية قال هو ذات قال اللغة العربية فيها استعارة وفيها جناس تعال جنس دي قال البرعي ليه سلم يا ولد ده دارجة ولا لغة عربية ليه سلم يا ولد أهدى القلب البيت ولد البرعي قال ولها قصة كما جاءت في الأزاهير كتاب أزاهر الرياض أنه كان للمريد ست بنات كلهم إناث فجاء المريد للشيخ فقال يا شيخي وهو أحمد الطيب البشير شكى له عدم الولد الذكر لأنه عنده ست بنات نزلت مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات صححه الألباني رحمه الله حديث صحيح المهم لقينا الصوفية ما جهلة ما بعلموا ناس الدين فقال داير ولد فالشيخ كمان بدل ما يقول لا أسأل الله لا قال له ده البرعي هاك الكلام ده في تفسيره للبيت أعطاني وين الجناس وين الاستعارة وين الكناية ده كتاب اسمه ليك سلام مني تأليف عبد الرحيم وقع الله البرعي هنا موجود في مكتبة الجامع الكبير اشتريته أنا قبل 15 سنة بخمسة جنيه هسا شوف سعره كم تلقى موجود مع زيادة الدولار يزيد الشرك والكفر البرعي قال فقال الشيخ قال له أكبر بيت لبسها جلابية أجيبها يوم الجمعة بعد صلاة الصبح قال البرعي يا جماعة هسا قلنا نبزنا قبيلة البرعي ما نبزناه ولا نبزنا أمه ولا أبوه أنا أقول لك قال البرعي دي الحكمة ذاتها دي الدعوة بالحكمة لأن القرآن ده كله ربنا جاب كلام فرعون فرعون قال شنو وكلام قارون قال شنو ربنا جاب كلامهم المجار مبتعين زمان طيب فالبرعي قال فألبسها الثوب وأحضرها في الوقت المذكور ما صدروش بيصدق أي شيء بيت لبسوها جلابية بلبسها جلابية تمشي كيف تمشي كيف بس الشيخ يقول يقول جابوا له بعد الصبح يوم الجمعة البرعي قال فمسح الشيخ يده على الفتاة أها قال مسح يده في البيت من رأسها إلى قدميها أها دي فيها استعارة من رأسها إلى قدميها هذا كيف يا جماعة ده البرعي قال كده الكتاب اسمه ليك سلام مني موجود عرفت كلامي مسح من فوق لتحت ده ولي كبير من أولياء الصوفية مسح قال تاليا قوله تعالى شوف اللعب بالقرآن يمحو الله ما يشاء ويثبت قال فقلب الذكر الآن دي بتتكلم عن اللوح المحفوظ ما بتتكلم عن البيت وعنده أم الكتاب تمامة الآية اللي هو اللوح المحفوظ أم الكتاب ده اللوح المحفوظ قال البرعي فقلبت ذكرا يا تدى دي البيت الأسى قلبت ذكرا وقد عاش ذلك الولد أهو كان بيتسع وتزوج وخلف بعده ولدا يدعى أبي ورق قال البرعي وهذه الكرامة لولا وقوفي على صحتها لما شنو سطرتها بنفسي لا
لولا وقوفي على صحتها بنفسي لما سطرتها. كتاب ليك سلام مني يا ناس. نحن بننقد بننقد شيء باطل، وده ده أمر العقيدة قبل الأخلاق وقبل الصلاة وقبل الصيام والزكاة وقبل أركان الإسلام ذاته الباقية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب. ومعلوم إنه أهل الكتاب عندهم علم، لأن ربنا نزل لهم كتاب وكتب. ما عدم إنه عندهم علم، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. توحيد هو كلامنا الحار ده. فإنهم أجابوك لذلك، وفي رواية أطاعوا لك بذلك، فأعلمهم بالصلاة. أطاعوا، الطاعة ضدها شنو؟ المعصية. يعني لو عصوك في التوحيد ما تعلمهم بشنو؟ بالصلاة، وبعد ذاك الزكاة، وبعد ذاك الصيام. ده الدين. شكرا، بنركز على هذه المسألة. بعدنا حديث: اذكروا محاسن موتاكم، قلنا ما صحيح. لكن عندنا حديث صحيح في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر بجنازة أمام النبي عليه الصلاة والسلام فأثنى الناس عليها خيرا. قالوا: الزول الميت ده ما شاء الله كان زول طيب، كان وكان وكان وكان. قال: وجبت وجبت، يعني وجبت له الجنة. الثاني: أثنوا عليها شرا. وده ميت ولا ما ميت؟ الثاني جنازة، دي جنازة يعني زول ميت، عشان كده بسموه جنازة. أثنوا على الشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجبت وجبت، ما قال لهم اذكروا محاسن شنو؟ موتاكم. ليه؟ لأنه الإنسان اللي بيستحق الشر لابد يذكر بالشر، لا سيما دعاة أهل البدع زي شيوخ الصوفية، شيوخ الشيوعيين، شيوخ الجمهوريين. أجبرت عينهم امبارح بتاع محمود محمد طه، ديل ناس منتهيين مرة واحدة. محمود محمد طه قال: انقضت الرسالة الأولى وكان رجلها محمد عليه الصلاة والسلام، وحان وقت الرسالة الثانية وأنا رجلها. ده العاطل ده محمود محمد طه. قال في دين تاني، رسالة إسلام تاني، واحد حق الرسول ده قال انتهى. قال جاء واحد جديد قال هو الراجل بتاعه، ولليلة أتبعه قال إنه ما مات. نميري نجمه، رحم الله نميري بقدر ما قدم. نجم لك نجام بفضل الله عز وجل، فرحت كل موحد بفضل الله عز وجل. شان أقول لك أتباعه قالوا: وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. وينه؟ ماله ما جاء ولا بيجي؟ ماله ما جاء. طيب، قال داروين في تطوير، قال في نظريته، وأنا ما عرفتك ذاته، مرة أقول صوفي مرة في شنو. قال داروين، وده والله يأكد كلام شهاب، شهاب قال الصوفية ده لهم سبب ذاته في ظهور شنو؟ الشيوعيين. ده يدافع عن التصوف، وبعد شوية تاني يدافع عن شنو؟ عن داروين وعن الشيوعيين. نظريته كلها باطلة من أولها لآخرة. أما المثال اللي ذكرته، بقرة يهجنوها فريزيا وزراعة يسووها وتقوم كيف وتملى شوالين، داروين قال الكلام ده؟ ترى تخش أنا ولا شنو؟ هسه جيب نظرية داروين طلع لي منها شوالين كلها، ما تكذب على الناس ساكت، ولا فيها بقرة فريزيا. انت تكذب، وده طلاب بيطرة، فيهم طلاب بيطرة دار تكذب عليهم؟ نجر لك وخدتها حارة. انت لما تجيبها ما تجيبها كبيرة قدر ده، عليك الله. فرصة مفتوحة يا اخي، عليك الله، ما تضيع زمننا بكلام فارغ وكلام كذب، عرفتها؟ لا انا بعرف ادي منه، انت داير بدخلك، لكن ما تقول لي ادي ده وانت تكون قاعد برا، لانه كده بندخلك وبتتورط بعدين. أحزاب يا أخي، أحزاب فارغة عاملين فيها طلاب فلوتر ما متحزبين لكن موزعين، يقول لك أدي ده، أنت ما تخش، أنت محنن. فرصة مفتوحة.